أخبار اليوم. الإعلام ليه منتدى لوحده بعد ما يخلص تشريعاته أو أثناء إعداد تشريعاته ويناقشه وتناقش مستقبل الصحافة القومية وتناقش حاجة تانية لو حطيناها هنا أهو مش هنعمل أي حاجة. إحنا دلوقتي اللي قدرنا نبلوره النهاردة إن إحنا في توافق تقريبا على القطاعات الرئيسية اللي هنتكلم فيها. في اوراق عمل اتكلمنا فيها وطرحنا فيها بما فيها النشر. في انا بتمنى من المجلس الاعلى للثقافه حضرتك يبقى في ورق حتى اطار عام لرؤيه لمستقبل الفن والثقافه المصريه ل 2020. مش عايز اقول اكتر من كده. احنا عايزين نوصل ليه في النشر بدون لجنه النشر كله تمام ل 2020. بنتكلم بعد كده عايزين مشروع وثيقة من المبدعين المصريين بيكلم المخاطب المواطن المصري ان احنا ازاي نبني الدولة الحديثة. كلام الوعي اللي بنتكلم عليه، كلام الاسهام في بناء المجتمع اللي احنا عايزينه، مجتمع اللي طالب بيه الشعب، مجتمع العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية اللي قالتها الناس دونما اتفاق في الشارع. عايزين في نفس الوقت في الجلسه الجايه مش هنتكلم في اي قضايا فرعيه، هيبقى حاضر معانا الشخصيات الاخرى. احنا تقريبا بلورنا بعض الحاجات. هيجي معانا الجهات الاخرى اللي المفروض معنيه بالقضايا بتاعتنا بحيث ان احنا هنمشي. احنا المؤتمر ان شاء الله 1 و2 ديسمبر، ده الميعاد بنسبه 90% اذا ربنا اراد. مش هبقى قبل كده على كل حال. المفترض ان احنا قبل ما نروح الجلسات ونتكلم هيبقى فيه عايز اقول ايه بيبر كده لكل جلسه او كل حد نقاش. الجلسه العامه اللي كنا هنطرح فيها رؤيه عامه، الجلسات القطاعية هتناقش المشاكل ممكن من خلال المناقشات او من خلال ان في شخصيات هتحضر هي مش معانا في اللجنة التحضيرية تحدث التوصيات. المفروض ان في اوراق عمل من الجهات المختلفة على رأسها وزارة الثقافة هي عايزة تقدم ايه وهتسلم ايه في العقبات اللي المفروض هي معروفة ليها بالضرورة من خلال المناقشات الطويلة في اللجان اللي فيها المبدعين. هنخلص بعد كده في اليوم الثاني بعد انتهاء الجلسات القطاعية لمشروع المقررات وتتجدل وتتصنف، وهنعمل مجموعة عمل طلع إعلان المبدعين المصريين أو وثيقة المبدعين المصريين، يبقى دي بالتوافق عليها وتعرض قبل المؤتمر. يعني احنا قلنا لحضرتك دلوقتي عايزين نعمل كذا، تعرض قبل المؤتمر وتتناقش وتحتفظ بسريتها مش للنشر، واحنا أول ناس هنحافظ على سريتها بالتأكيد، وتزاع مع يبقى في ده البيان الختامي وفي المقررات ويتعمل لها جدول، ثم نفكر من دلوقتي في الأمانة الدائمة لهذا المؤتمر. وليكن مثلا مقرر الجلسة وأمين عام الجلسة أو مقرر الجلسة وكذا، ويبقى في اثنين بيمثلوا الحكومة المصرية ويبقى في مجموعه من المبدعين مع المقررين، يبقى في حدود 11 واحد مثلا. دي اللي هتجتمع لمده اسبوعيا وتتابع تنفيذ المقررات لحد ما تتنفذ. ده الطريقه اللي جربناها قبل كده ووصلتنا اسكندريه، واحنا عايزين نروح برضه اسكندريه المره دي، فهنسلك نفس الطريق الا اذا كان في طريق ايسر. انا مستعد اسمعك.